السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ريسيرش بادي، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة ان هو موقع مفيد للباحثين وطلاب الدراسات العليا، هيساعدك ان انت تعمل مراجعة للدراسات السابقة، تختار موضوع وهو يبدأ يجيب لك مراجعة لكل الابحاث المتعلقة بالموضوع دوت، ففي وقت قصير بيعمل لك الملخص اللي المفروض بياخد منك ايام كتيرة جدا. طيب انا عشان اعمل حساب هختار بقى الاسم واختار برضو الباسورد، خلينا نكتب باسورد. ايوه هو 8 نجوم دول. تمام، في اختيار هنا انت عايز تعمل ساين اب للنيوز بيبر فيبعت لك ايميلات كل شويه ولا لا؟ لا انا مش ناقص دوشه. وبيقول لي اختار الموضوع اللي انت عايز نلخصه لك. تمام، وشوف بقى انت عايز تعمل وان بيج سامري، عايز ملخص ليه ولا ليتري ريفيو. طيب انا اختار ايه مثلا؟ ولكن عايز ملخص عن الجيوبتولوجي. تمام، هو ده يعني علم مختص بحياة المصريات. تمام، فهو هيبدأ ان هو يشوف الموضوع ويبعت لي ايميل في ملخص الدراسات السابقة. طيب هتدوس بقى على الثلاث خطوط دول عشان تبص على التوبيك. تمام، اهوت دي الابحاث المتعلقه بالايجيبتولوجي. تمام، اتكلم بقى عن قدماء المصريين وعن الديانه بتاعتهم وعن الكتب اللي اتكلمت عنهم، وجاب لي ايه السمر بتاعتها وكل موضوع فيهم ايه الحاجات المهمه في الملخصات. فالموقع ده خيالي، موقع وفر عليه وقت كتير جدا عشان اعمل حاجه دي بشكل مانوال، كان هياخد كتير. وبعد كده اوفر اول بدا يلخص لي ويجيب لي ملخص الابحاث اللي موجوده، فموقع ممتاز جدا، انصحكم ان شاء الله. سيبه لكم في الكومنتات او اكتب ريسيرش بعدي في الجوجل هيطلع لك على طول ان شاء الله.